也不行。没关系。有两个，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 都是你那个老多，都是那个时代的爱国，你看，你多少岁？你是几岁？哦，那你干那多少？我们买多少？三十多块米，我这边干嘛？谁都买不着。ناس من هذا كل كتير ناس في الأمر كذا ناس بالنسبة لي آه بالنسبة للناس لا أنا مش الناس مش الناس رسمي يا أخي رسمي 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 ده دليلنا عصام شرف ده إنسان غريب يب المصريين لو بنحش الشغل بالأيام العادية هينزلوا من خميس عشان يهاجروا بعدها جمعة عصر ما قدرش يفكرنا لسه بص يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي الموضوع ده احنا هنفني فيه عمرنا وهنضيع فيه حياتنا كلها يا عم وايكل اسمه الكونشنت باي باي يعني انفلاميشن كود. فقبل ما نخش في الموضوع ده موضوع طويل جدا يا معاذ وانواعه كتير جدا لازم نبني لنفسنا استراتيجيه. يعني كنت بتايفايت دي كمان شويه انا هقسمها الى انفكتيف ونون انفكتيف والانفكتيف اكيوت وكرونيك وايشي بكتيريال على ايشي فايرال يعني قصه هتقوم مننا. فعلشان خاطر نبقى حاطين زي ما تقولي كده سكيما فورما يعني باك بول نمشي عليه لازم نفهم ان اي حد عنده انفلاميشن او كونج زي اي حد عنده انفلاميشن في اي حته في الدنيا عباره عن فازو دايليتيشن زائد اكسيوديشن بس خلاص. ما تنسيش بس ان الكونجنكتيفا دي الغطاء خارجي فلما يطلع اكسيوديت من الكونج هيبقى محبوس ولا هيطلع على الشارع مره؟ على الشارع. عشان كده في حاجه اسمها جنرال مانيفستيشن اوف كونجنكتيفايتس اولها اي ديسشارج. اي ديسشارج يعني العيان يطلع من عينه افرازات هنتكلم عنها دلوقتي. الافرازات دي اللي هي ترجمتها ايه؟ باثولوجيكالي ترجمتها يعني بتوع الباثولوجي اكسيدي. طب البازو دايليتيشن اوف بلاد فيزل يترجم عند بتوع الباثولوجي ايه؟ انجكشن احمرار. والانجكشن نوعين يا كونجن قطيفه الانجكشن يا سيليري انجكشن. في رايك المتواضع هنا كونجنكتيفال ولا سيليري انجكشن؟ هتردوا علينا يا جماعه كونجنكتيفال ولا سيليري انجكشن؟ انا قلت الكلام ده امبارح قلت في نوعين من احمرار العين نوع مركز حوالين الليمبس اسمه سيليري انجكشن وقلت سببه كوارث جوه العين ونوع مش مركز حوالين الليمبس متركز في الفورنيسز في الاطراف وسببه كونجنكتيفايت وهو عنده احمرار اللي هو انجكشن. الانجكشن ده كونجنت بايبل ولا سيليري؟ كونجنت بايبل. دي المواصفات العامه لاي حد عنده اي كونجنت بايبايتس في اي وقت زمان ومكان. ثالثا مش احنا قلنا المره اللي فاتت ان كونجنت بايبل فيزيت نوع منها زي ما الدكتور كان بيقول جاي من الليد فيزيتس يبقى منطقي ان الليد فيزيت فيه باز فاليديشن واكيد بالتالي فيه اديما عشان باز فاليديشن ده بيعمل اديما فتفاجئ ان فيه اوديما للليد وأديمة كمان للكونج يا ثالثة بس خلاص. أي حد عنده كونجنكتيفايتس عنده أي ديسشارج اللي هو اكس دي عنده انجكشن اللي هو نتيجة الباص دايليتيشن عنده أديمة في الليد والكونج اللي هي نتيجة الباص دايليتيشن بس خلاص. إذا سئلت عن كونجنكتيفايتس فلتقل هايبرينيا أند ديسشارج انجكشن أند ديسشارج ده بالك إزاي؟ طب تمام ده ما يمنعش إن في بعض الناس اللي بتوع كونجنكتيفايتس دول بيجي لهم حاجه اسمها سبيشال كاركتر حاجات خاصه بالجبن زي حاجه كده اسمها فوليكل وزي حاجه كده اسمها بابيلي انا اشرحها دلوقتي. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بعمل ايه يا دكتور اسماء؟ انا بتكلم عن الجنرال كاركتر كونجنكتيفايتس ده لاننا هنقعد حوالي مثلا اربع او خمس حصص من دلوقتي نتكلم في انواع كتير جدا فصل طويل جدا سهل جدا فصل طويل جدا. فبدل ما ندوب هنرجع نقول ان اي حد عنده كونجنكتيفايتس من اي نوع يا وليدي عطيه عنده ديسشارج كونجنكتيفال انجكشن كونجنكتيفال وليدي ديما وحاجات سبيشال حاجه اسمها فوليكل وحاجه اسمها بابيل انواع الديسشارج كده دماغ الدكتور هام جدا كتير في الشفا وكتير جدا جدا انواع الديسشارج ديت مش عايز اقول لك مين بيسالها كتير جدا بيسالوها اشهر الناس اللي بيسالوها الدكتور حاتم خطاب وطارق المنبوري بتسال كتير جدا.
الاستشارج ده ممكن يبقى ميه، يعني ممكن يبقى نازل من عينه ميه ووتر، ممكن يبقى ميوكس بيكويد، ممكن يبقى ميوكس مخلوط بصديد بيكوبيرلان، ممكن يبقى صديد صافي بيورلان، ممكن يبقى معرق بالدم في دم سانشنس، وممكن يبقى روبي ديستشارج. مش هقدر يا دكتور انا ده مش هقدر اقول كل نوع من انواع الديستشارج سببه ايه بالظبط، مش هقدر، لان ده يعتمد ان انا اكون ذاكرت الكلام ده وفهمته. خدت بالك ازاي؟ يعني الوتر اللي بيحصل في الفيرال فيجن تايفايد ما انت مش عارفها، فالموضوع بقى اتضح لنا كل ما نتحرك. لكن تبقى عارف كده يا عم عماد ان كل ما نوع الديستشارج يقلب لصديد ودم وكده كل ما تقول اخضر، يعني الوتر ده حاجه خفيفه، الدم خفيف، بيكويت شويه بخار بسيط، بيوكوبيرلان بخار وصديد اسبتنا سدنا، بيرلان صديد صافي تقيل قوي، سانشن الصديد مع دم. مش كنتوا بتاخدوها دي سانشن صديد؟ كانوا يقولوا لكم زي ميه البطيخ، كانوا بيقولوا كده زي الميه بتاعت البطيخ، زي ما يكون كده فيها دم احملها. بس في نوع ديستشارج شهير جدا بيقول لك عليه روبي ديستشارج، روبي روبي او ستريدي ديستشارج، او ساعات بيسموك تبيها سترينجي ديستشارج، سترينج لايك سترينجي ديستشارج، زي الحبل او الخير، روبي مش روبي، لا لا روبي، روبي دي بتتكتب كده انا بتتكتب كده اهو، دي حاجه ثانيه خالص تمام، ده روبي ديستشارج، روب لايك، روب لايك زي الحبل ديستشارج، وهو طالع من العين لو لمسته يا كامل بص كده بص تلاقيه بيمط زي ما يكون فتله. ده بيحصل في حاجه اسمها سبرينج كتار، سبرينج كتار حساسيه الرمض الرضيعي، فده هيبقى مميز جدا وهندرسه تاني ان شاء الله، وهنعرف ليه بيمط المطه اللي زي الحبل او الخيط ده. جينا انا العيان، العيان عميان يقول لك ايه؟ والله بيقول كده العيان، يقول لك انا بطلع خيوط من عين. انت لو مش فاهم ايه اللي بيقوله ده تعتبره مجنون. خيوط ايه؟ ام الخيط ده مثلا من خيوط انت بتحط في عينه، واخد بالك؟ قصده يقول لك ان الديستشارج ما بيطلع معاه بيطلع منطوق زي ما يكون ايه؟ خيط او فتله او حاجه. فانواع الديستشارج دي مهمه، تبقى ارجعي كل ما انا هقول لكم كل شويه ارجعوا لها ارجعوا لها واحنا بنمشي. طب تمام. احمرار الانجكشن، الله يا عبد الله. الجدول اللي في المذكره مش موجود في الكتاب هنا، هو موجود في الكتاب بس في الاخر خالص. الجدول اللي قصاد الكتاب في المذكره نصوب ونجاح. ما هو الفرق ما بين الكونجكتيفال انجكشن والسيريالي انجكشن؟ نجاح ورسوب. الجدول ده موجود في الكتاب اللي بيذاكر الكتاب بس في الاخر خالص، ده هتلاقي صفحه مثلا 340 حاجه كده. طب تمام. لو قلنا الكونجكتيفال انجكشن ده احمرار مركز فين سيدتي الفاضله واختي العزيزه؟ متركز على الليمبث ولا بعيد؟ بعيد. لكن السيريال انجكشن ده احمرار مركز فين يا جماعه؟ حوالينا واحده واحده بقى كده. الكلام ده معتمد على الاناتوم اللي قلته امبارح. انا قلت امبارح في الاناتوم ان الارض اللي بيغذي الجزء اللي حوالين الليمبس كان اسمه انتيريور ايه؟ انتيريور سيلياري اللي بيدي انتيريور ايه؟ عشان كده هتلاقي من ضمن الخانات بتاعت الجدول البلاط بيزل السورس بتاعه ايه؟ هنا بوستير كونجكتيفال يا سيدتي وهنا انتيريور كونجكتيفال. اللي جاي من انتيريور سيلياري. ليكي ان تعلمي ليكي ان تعلمي ان البلاط بيزل اللي هي البوستير كونجكتيفال دي فيري سوبرفيشال. يعني تتخيل. لكن الانتير كونجكتيفال لان ببساطه مصدر الانتير سيلير فضيق شويه، والانتير سيلير دي مش كان بيروح يخه من العين؟ متوقع ان الانشاء بتاعته تبقى فوق على السطح ولا بيجي؟ عشان كده ركز معايا كل اللي بالعقل. يبقى اذا احنا استنتجنا ان ده سطحي وان ده عميق. يبقى السؤال اللون بتاع الحمار برايت ريد هنا ولا دارك ريد؟ هي سوبرفيشال. برايت ريد ولا دارك ريد؟ هي سوبرفيشال. برايت ريد ولا دارك ريد؟ برايت ريد. كتاب الاسم كاتبها فايري ريد، احمر ملعلع، احمر مولع، واضح جدا حمار فاقع. لكن اكيد الناحيه الثانيه في السيريالي لانها عميقه برايت ولا دارك ريد؟ دارك ريد. الريدنس كونسنتريتد فين؟ هنا كونسنتريتد فين يا جماعه؟ في الفورنيسز. لكن هنا كونسنتريتد فين؟ عند الليمبس. ركز خالص. احنا قلنا ده سوبرفيشال خالص وده بيف. لما اجي امسك انا الكونج واحركها، امسك انا الكونجنت طيبه واحركها، الاوعيه الدمويه النهين اللي هتتحرك معايا والاوعيه الدمويه النهين اللي هتبقى ديب فمش هتتحرك معايا.
لما اعمل موفمنت للكلي البلاد فيزلز بتاعت الكونجكتيفال انجكشن موف ويز مي لانها بروفيشن تيجي معايا زي الالم ده. لكن بتاعت السيريال انجكشن اللي لها عميقه الكونجكتيفال بتتحرك والبلاد فيزلز دونت موف لان مصدرها تحت مسكينه تحت عميق او تاني ولا خلاص كده تمام. يبقى هنا تلاقي ان مكتوب موف وسكونج هنا لا دونت موف وسكونج دونت موف وسكونج دي مصدرها بالسير كونجكتيفال دي مصدرها انتير كونجكتيفال اكتبوا انتير كونجكتيفال انتير سيريا عشان تفكر ان انتير كونجكتيفال ده جاي منين جاي من انتير سيريا. ايه يا محمد يا ابراهيم يا سالم المتهم في الكونجكتيفال انجكشن مين المرض اللي بيعمل كونجكتيفال انجكشن كونجكتيفايتس اللي احنا بنتكلم عنه. لكن ايه المرض اللي يعمل سيريالي انجكشن؟ كوارث كوارث انا قلت كده كورنيال ألسر ايريدو سايكلايتس ممكن تحتوي جلوكوما اكيوت جلوكوما بس اعملها علامة استفهام متعددة ماشي والله العظيم ما انا اللي بدل علامة استفهام متعددة على استحياء كده يعني جلوكوما بس على استحياء اكيوت جلوكوما لان احنا نعرف بعد كده ان الجلوكوما ما بتعملش هشام انجكشن انجكشن يعني الدم الارتيريا يزيد لا هنعرف بعد كده ان في جلوكوما بتعمل كونجيشن يعني بتوقف خروج الدم مش انت عارف ان القطر اللي دخل الفين بيخرج الصوره دي الجلوكوما لما نيجي ناخدها هتعرف انها بتقفل الفين فهي بتعمل سيريال يعني كما كان سيريال لكن ما ينفعش كونجيشن ساعتها بنسميه ايه؟ كونجيشن. نشكر يا معلم نشكر يا باشا يا لهوي راجل مختار كاتب الكتاب فاير ريد او برايت ريد مور اكوليزيس موف وسكونج وسير كونجنكتايف انت لو عكستها يطلعك سيريا يعني برايت ريد دارك ريد فورنكس لمس موف وسكونج دونت موف وسكيريو يبقى انتيريو خدت بالك ازاي بس انا عاملينها كده عشان تبقى عارف ان في مقارنه بينهم ان الدنيا ماشيه تمام خلاص يا ستي. طيب لسه في كمان اديمه في الليد والكونج مش هنعلق عليها يعني بس هما ساعات بيسموا اديمه في الكونج لما كونجنكتايف تبقى ايديميتس بيسموها كينوزيس يسموها ساعات كيموزس كيموزس يسموها كيموزس يعني ما اقول لك انا بعد كده كيموزس يبقى انا قصدي اقول لك اديما لمين؟ اديما لمين؟ اديما الكونج ما صحوش لسه اديما الكونج. طيب بعد كده في سبيشال كاركتر يعني ايه سبيشال كاركتر؟ في امراض هتعمل حاجه اسمها فوليكل وامراض تعمل حاجه اسمها بابيلي. تيجي نقول البابيلي الاول البابيلي دي عامله كده عامله زي صوابع زينه زينب دي صوابعها. عارفين صوابع زينب؟ صوابع حلويات صوابع زينب صوابع ده ايه اللي حصل؟ ده الابيثيليوم ده الابيثيليوم اللي عامل لايننج للكونش الكونش كانت حلوه هنا الابيثيليوم صح؟ بدا الابيثيليوم يحصل له بروليفريشن هايبرتيك وهايبر بليزيا وراح ساحب السيرفيس بتاع الكونش بدل ما كانت ماشيه خط بقت طالعه عامله زي زوائد يسموها بابيلي. واي زائده بالشكل ده لما درسناها في الباثولوجي كان يقول لك ان هي عباره عن كونكتيف تيشو جوه منه ايه؟ فيزل فاسكولار كونكتيف تيشو كور. يقول لك فاسكولار كونكتيف تيشو كور يعني كور كونكتيف جوه منه عقد دموي والكلام ده لايننج بيبسيليا دي اسمها بابيلي. بعض الامراض هتعملها بعض الانواع من الكونجكتيفايتس هتعملها مش كلها يا وليد مش كلها. طيب طب في حاجه اسمها فوليكل مين شاطر يقول لي يعني ايه فوليكل؟ تاني الكونجكتيفا يا اخوانا لها ابيثيليا تحت منها طبقه اسمها سوبرفيشيال ادينويد لاير في الطبقه دي خلايا اسمها ليمفوسايتس. فوليكل يعني ايه يا سيده الفاضله؟ يعني الخلايا دي تبقى اجريجيت تتكتل تعمل كتله فتلاقي السيرفس مرفوع بالشكل ده نتيجه الكتله اللي موجوده دي. هناك بعض الامراض هتعمل برضه فوليكل يعني هناك بعض انواع كونجكتيفايتس برضه تعمل فوليكل هنبقى نجمعها ان شاء الله في الاخر باذن الله.
ده معنى كده لو جينا اتكلمنا عن بابلي بصراحه كده ايه جادب ان البابلي عباره عن بينك فينجر لايك بروجيكت هي لازم تطلع بينك ليه لازم تطلع بينك او ريد ليه عشان الفاسكولار كونكتيف تيشو كور هي عباره عن بينك فينجر لايك بروجيكت تيجي الهايبرتريك الهايبربليزيا لكن الكوليجن عباره عن ايه عباره عن جري بروجيكشن نتيجه الكامبيليشن اوف ليمفوسايت ان ذا سب ايبيثيريال لاير او سوبرفيشال ادريش الان بسال حضرتك تاني انا جالي عيان عنده كونجكتيفايت انا مش عارف يا احمد سببه انا لسه ما قلتلكش هو نوع ايه ولا سببه ايه ولا كده عامه كده اللي عنده كونجكتيفايت يبقى عنده ايه يا حسن ديستشارج الاعضاء انجكشن اسمه ايه الانجكشن اللي عنده كونجكتيفايت انجكشن بعدين ايديما للليد وكونج ايديما للكونج دي اسمها فيموزيس ويمكن او لا يكون عنده حاجه من السبيشال كاركتر ممكن يكون عنده فوليك او عنده ايه بابي لا فهمت كلينيكال انا بشوف انا ولا على حسب النوع يعني على حسب بابي لي نوعين اشهر حاجتين نعملهم بابي التراكوما والسبرنت طبعا التراكوما لها منظر والسبرنت طبعا هنشوف ان شاء الله المهم تكوني فهمت الفكره يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم الكونجكتيفايت بلاك كلاسيفيكيشن يا ريت الكلاسيفيكيشن ده ما تدقيش قوي عنه مرضى بالذكر انا هقوله كله بس انت مش هتستوعبيه قوي ما تشغليش بالك باستيعابه قوي لان انت كده كده في سنه هتدرس كل نوع منهم بالتفصيل ما تشغلش بالك فاحنا بس كجنرال سبيكنج كده احنا بنقسمها لانفكتيف ونون انفكتيف يعني يا ميكروب يا مش ميكروب خلاص ده عندك خانه انفكتيف وخانه نون انفكتيف طب خلينا في الانفكتيف بنرجع نقسمها هي اكيوت يا كرونيك يعني هنعمل كده بصي احنا يا انفكتيف يا مام خلاص سيبك من المام خليها في الانفكتيف يا اكيوت يا كرونيك مش كده صح؟ الاكيوت يا بكتيريا يا حاجه اسمها كلاميديا يا فيروس بس خلاص البكتيريال على حسب نوع الديسشارج على حسب نوع الديسشارج اللي طالع يا ميوكو بيورلان كونجكتيفايتس يبقى دي كونجكتيفايت بسبب بكتيريا والديسشارج شكله ايه ميوكو بيورلان يا بيورلان كونجكتيفايتس يبقى دي كونجكتيفايت بسبب بكتيريا والديسشارج شكله ايه بيورلان في حاجه اسمها ممبرينوس ممبرينوس دي كنت شايف طيبه تعمل غشاء عشان طيبايتس هتعمل غشاء ممبرين سببها الدفتيريا يبقى ندرسها تاني ان شاء الله خلاص فك من اللي بقوله ده مش تركيزي قوي ادي البكتيريا ندرس كل دول بعد كده في كلاميديا انت عارف الكلاميديا دي هي بكتيريا يعني احنا الكلام ده بكتيريا يعني كانوا محتارين في الاول يا فيروس ولا بكتيريا ولا بتاع بس احنا الكلام ده بكتيريا بس ايه مختلفة شوية عن البكتيريا بشكل خاص يعني تمام؟ المهم انتوا عارفين ان انا لما كان بنتكاثر كان بنعمل حاجة اسمها انكلوجن بوديز فاكرين الكلام ده؟ كان في 100 سؤال انكلوجن بوديز عشان كده لما تعمل كونجكتيفايتس ايه كده اسمها ايه؟ انكلوجن كونجكتيفايتس فاهمين القصد ايه يا ولاد؟ يعني كونجكتيفايتس لما بنوديها لبتوع الميكروبيولوجي بيقولوا لنا ان الاورجانيزم بتاعها مطلع حاجة اسمها انكلوجن بوديز خلاص في حاجه اسمها فايرال كونجكتيفايتس سبب فيروس هندرس ام الكلام ده كله بالتفصيل سنتم دراسه هذه الاشياء كلها بالتفصيل طيب ادي الاكيوت ما تدقش قوي يا وليد طب الكرونيك اشهر كرونيك كونجكتيفايتس الدكتوره اللي هي على الاطلاق هي التراكوم اشهر كرونيك كونجكتيفايتس يا مصطفى هي التراكوم مهمه خالص لانها انديميك النيش برضه من ضمن الكرونيك انجولار كونجكتيفايتس خدناها الانجولار دي خدنا الانجولار كونجكتيفايتس خدناها مع الانجولار بريفرايتس الاورجانيزم اللي كان اسمه موراكس اكسس فيلد تمام وفي حاجات كرونيك سبيسيفيك ولا ليك دعوه بيها بس لا يقول لك في دي سيفنس مش عارف ايه يعني الكرونيك ثلاث حاجات كرونيك تراكوما انجولار سبيسيفيك اللي هو زي التي بي تعالوا
والمعاد كام يا جماعه؟ 10 ولا 10؟ 10. يلا عشان انا هصلي على الحق. يلا على الحق، اول مره تصلي في حياتك على الحق. يلا اشتغل تروح تصلي بقى مع الناس تمثل بقى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا دلوقتي كل شيء طيب. هقول عشان خاطر في الاول، هقول عشان خاطر في الاول، كل شيء طيب. يا انفكتد يا نون انفكتد. والانفكتد هي اكيوت يا كرونيك. الاكيوت في منها ايش؟ بكتيريا وايش؟ كلاميديا وايش؟ فيروس. والبكتيريا حاجه اسمها ميوكو بيورينا او بيورينا او ممبرين، ندرس الكلام بالتفصيل. اما الكرونيك ففي تراكم على الاقصاب كفايه. في حاجات ثانيه زي الانجولار ويز. طب النوت انفكتد اللي مش انفكتد، اللي مش انفكتد دي بتتقسم الى الرجي حساسيه او ميكانيكال اند كيميكال او كيميكال اند كيميكال. مش هندرس احنا الترماتيك والكيميكال دي، فلازم تبقى واخد بالك منها دلوقتي. ازاي الترماتيك دي؟ ازاي كيميكال؟ كيميكال دي بسيطه، انت حضرتك بتقلي حاجه على الولع والزيت ساعات بيطرطش او السمنه ساعات بتطرطش. الحاجه ديت نزلت مع كونجنت تايب. خلاص تعمل كونجنت تايب. مش انت فاكر الفصل رقم 2 في الباثولوجي كان اسمه الانفلاميشن، وقال لك الانفلاميشن ده اي تيشو انجري سواء كان ميكروب او مش ميكروب. مش كانوا بيقولوا كده ولا يعني كانوا بيقولوا التروما تعمل انفلاميشن، الكيميكال انجري يعمل انفلاميشن، خدت بالك؟ فده يعتبر كونجنت تايفايتس انفلاميشن، لكن مش السبب الرئيسي. عشان كده حتى بالامارة احنا حاطينها في النوم ايه؟ في النوم انفكت. بتحصل كتير جدا حكايه الكيميكال دي. تمام؟ طب تروماتيك عادي جدا يا عم احمد. زعلت بابا. بابا راح شايل كف، وانت عارف بقى كف ابوك قد الايه؟ قد ال واخد بالك؟ هو راح تحصل كتير يعني عادي جدا. ابوك ضرب الكف، انا واقف ضرب الخطوط. اه والله العظيم. طب ايه شايل كف الجميل ده؟ ابويا في الجيش كان بيلعب صحقه معانا في البيت. الكعب يلا الله الكعب ويرجع مش حاجه. المهم ربنا يديله الصحه يا كامل، مش شطردين. المهم ده خطا في التربيه يعني. المهم كان جاب كفه وراح فقعد بالقلم. القلم ده اكيد مأثر على عينك وعلى الخطا يا عين الغلبان اللي اسمه كونج، بيعمل لك تروماتيك كونجكتيفايتس. اوكي؟ مش هندرسهم دول هاكس بس كده عفاف. طب الالرجي الحساسيه، حساسيه انا عندي ثلاث انواع من الحساسيه، نوع مش هندرسهم اسمه سيمبل الرجي. سيمبل الرجي كده ان انا وانا ماشي كده في الشارع بيحرق زباله. حرق زباله فيه دخان، الدخان دخل عيني وعمل لي اريتيشن والرجيك رياكشن. هو ده انت كانك عايش بيه وهتتكرر طول حياتك ولا مره كده وخلاص؟ مره وخلاص. بتغسل وشك بصابونه او بفوم جديد مثلا بتاع الشيء بتاع ده اللي هو بيغسلوا بيه الصابون السايل ده، فانت مش متعود عليه فعمل لك اريتيشن الرجيك رياكشن. فاهم قصدي ايه؟ دي مره مش هتتكرر، عشان كده بيسموها سيمبل الرجيك. لكن في ناس يا جماعه عندها حساسيه مزمنه اسمها سبرينج كتار مزمنه. يعني ايه مزمنه؟ مع كل دخله صيف، مع كل دخله صيف، مع نهايات الربيع وبدايات الصيف، اواخر الربيع وبدايات الصيف، يبدا يحصل لهم حساسيه شديده جدا في الكونجنكتيف، ومتكرره معاهم كل سنه، وبدات معاهم وهم صغيرين ومكمله معاهم شويه كده. تبان ازاي؟ دي اسمها سبرينج كتار، الرمض الربيعي. هو مش ربيعي، هو اواخر الربيع وبدايات الايه؟ الصيف. يعني هو صيفي اكتر منه ربيعي. ده يا جماعه مش دعوه بالسيمبل خالص. السيمبل ده كان مره محمد حسيني كده وايه؟ وعدى. اوكي؟ في حساسيه مش هتبقوا مستوعبينها قوي دلوقتي نتيجه سموم داخل الجسم. حاجه اسمها فليكتين 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 يعني كلكيع. هي المرض ده لما يجي يعمل كونجنكتيفايتس يعمل كلكيع. فليكتين يولر كونجنكتيفايتس يعني ام فليكتين. فليكتين يولر كونجنكتيفايتس. حضرتك انا عندي تونسيلايتس وفي سموم في جسمي.
السموم دي وصلت لحد الكونج، جهاز المناعه اللي في الكونج هيتجنن ويعمل اكوميليشن انفلاماتوري سيل ويطلع لك وجيعه في الكونج الطيب. والعامل الحساسيه حاجات اكسوجينوس زي سبرينج قطار زي بتاع الصيف ده، ولا حاجات اندوجينوس؟ اندوجين دي هتبقى نوعيه خاصه جدا هندرسها فيما بعد. هقول لك على حاجه نفضي كل اللي انا قلته ده. يلا نبدا في اول نوع من الانفكتيف بكتيريال ميوكوميرنال كونجكتيفايتس. كده خدنا ايه يا خالد؟ على فكره الفصل ده من اسهل الفصول، من اسهل الفصول يا محمد يا شوقي، ومن اكتر الفصول اللي الطلبه بتستغلسه. بتستغلسه ليه يا احمد؟ لان عناوينه كتير جدا. يعني احنا هناخد الام بي سي والبي سي والممبريروس والكلاميديا والفيرال والتراكوما وكل كله هناخد ام بي سي 1 ولا 2؟ ماشي النهارده. النهارده ان شاء الله نكمل بعد الصلاه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا سئلت عن الميوكو بيرلت كونجكتيفايتس والطالب المحترم قلت لو سالتي عن الميوكو بيرلت هي انفكتيف ولا نون؟ انفكتيف. اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. بكتيريال ولا فيرال ولا كلاميديا؟ تمام. اذا دلوقتي انا بتكلم عن اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس. طيب ايه كونجكتيفايتس؟ عباره عن كلمتين، هايبرميا او فازوديليتيشن يعني، او انجكشن يعني، اند ديسشارج. فهي اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس باي ديفينيشن كاركترايزد باي هايبرميا احمرار اند ديسشارج. ترى يا هل ترى مواد ديسشارج ايه؟ من اسمها ميوكوبير. فهي اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس كاركترايزد باي سي اتش سي اتش دي يعني كاركترايزد. عارفينها؟ طب تمام. سي اتش سي اتش دي يعني كاركترايزد باي هايبرميا اند ميوكوبيرلان ديسشارج. المذكره كده انا كاتب كده اختصار عشان نخلص. سي اتش سي اتش كده يعني كاركترايز. تخيل كم مفترض من المعلومه. طب تمام. يا ترى ايه الاورجانيزم المتهم في الام بي سي دي؟ اقول لك على حاجه، كلنا جالنا الام بي سي دي، كلنا جالنا الميوكوبيرلان دي، كلنا في يوم من الايام صحينا لقينا شفع مسح ضخم كده في زاويه عينينا. خدت علاج ولا قعدت نفسك؟ مش مشكله يعني، عادي. هو مش عادي طبعا، مش عادي ان انت ده معقد. ماشي ماشي. يعني كلكم صحيح من النوم عليكم وجاش بقالك 20 سنه على الكره الارضيه، يا ام النظافه دي ما طب خلاص. انا يا وليد انا ابن الريف، واخد بالك ازاي؟ مره صحيت من النوم نام زمان قوي قوي، مش فاكر امتى يعني. مره برضه لقيت شويه افرازات كده وشويه عمص خفاف كده في زاويه عيني. دي ميكو بيرلا بتكونجن فايفايت عادي بقى. يلا يا عم يلا. هناك ارواح شريره تتحفل وترفرف على هذا المكان، اللهم ابعدها عنا جميعا باذن الله. يلا يا دكتوره بسمة. اوكي. الاورجانيزم المتهم باحداث الميوكوبيرلنت كونجكتيفايتس اسمه هيموفيلس ايجيبتس. هيموفيلس. خدتوا الهيموفيلس انفلونزا؟ في منها هيموفيلس ايجيبتس. ايجيبتس يعني ايجيبت. يعني الحضاره والعراقه. هيموفيلس ايجيبتس. دي جرام نيجاتيف. لا جرام ماشي خلاص. ماشي. انا ما اعرفش، انا هشرح اللي عندك وعندنا بنتكلم. الموقف الثاني يا دكتور ندى، خلاص مش كده. الهيموفيلا الثانيه يا دكتوره جرام نيجاتيف باسيلوس. جرام نيجاتيف باسيلوس ده بيمثل 80% من الحالات. ساعات يسموه كوخ ويك باسيلوس. كوخ 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 ويك باسيلوس. ما تقدرش تقول كده كوخ ويك. كنت بتقول ساعات ان ده كوخ ويك باسيلوس. يبقى كوخ ويك باسيلوس بين قوسين هيموفيلا ايجيبتس في 80% من الحالات. من كل اربع مما يشكو هذا المريض؟
هيشتكي المريض من الدستشارج يجي لك العياده يقول لك انا صحيت عينيا معمصه بكده يجي يقول كده معمصه في افرازات لو هو يعني محترم مش عايز يقول معمصه يقول في حاجات بتنزل من عينيه افرازات يبقى في دستشارج جاي يشتكي من الدستشارج ده الشيء مشاكل سخيفه جدا هالوز اراوند لايف يجي يبص للمنطقه البيضاء يلاقي اللمبه حواليها الوان الطيف السبعه مش عارفه الطيف احمر واخضر ونيلي واصفر وبرتقالي والحاجات دي صح ده ايه اللي يعمل حاجه لما الميوكس مش احنا قلنا ان هو ميوكوبيورين لما الميوكس تحديدا يعدي قصاد القرنيه بيخلي اللون الابيض يحصل له سكاترين تحلله عارفين نظريه قوس قزح ان لو الضوء الابيض عدى في نقطه ميه تكسرها وطلع الوان الطيف حاجه شبه كده ان الضوء الابيض يجي على الميوكس الميوكس يعمل له سكاتر يحلله ويكسره الالوان الطيف فيبقى شايف اللمبه وحواليها هالات من الوان الطيف اللمبه البيضاء حواليها برتقالي واخضر وازرق واحمر مش عارف انت انا بتقابل مع الحكايه دي ثلاث مرات في الرمض فالهالوس اراوند لايت دي مهمه لان مش هيبقى لها شبيه عندنا غير مرتين كمان فخدي بالك اشتكى من ايه يا ست الحاجه؟ اشتكى يا سيدتي الفاضله اشتكى يا سيدتي من الشر اشتكى من الهالوس اراوند لايت ممكن حد يساعدني يقول لي لما انا في حصر هلاقي ايه؟ طب اقول لك على سر انا دكتوره ندى مش هلاقي جديد عن اللي انا قلته كجنرال كرايتيريا بس خلاص المفروض ان انت تقول بقى يا بشاي يعني مثلا ايه؟ يعني مثلا لو جينا نقسم الكلام لنت وكل تلاقي لنت كويس ولا قديمه؟ لنت ايه؟ طب والكونج تلاقيها كويسه ولا قديمه؟ قديمه طب والكونج هتلاقيها كويسه ولا محمره؟ اسمها ايه الحوار بتاع ده؟ كونج تايب انجكشن بس خلاص مش احنا قلنا الجنرال كرايتيريا يا مصطفى ديستشارج وانجكشن وايديما الديستشارج هو قاله في السيمبلز الانجكشن ادينا قلناه والايديما ادينا قلناه بس في حاجه هنا لذيذه جدا يقول لك لما تيجي تفحصيه تلاقي رموشه مش انت رموش كده مفرده رموش مفرده كل رمش طالع لوحده هو رموشه تلاقيها ملزقه في بعضها كل اربع رموش كده ملزقين في بعض كل اربع رموش كده ايه اللي لزقهم في بعض بقى كده؟ ديستشارج يقول لك ان اللاشز جلو توجذر باي ديستشارج لصقت اللاشز مع بعضها ضد ديستشارج تعال نتفرج على اللاشز ازاي لصقت مع بعضها ضد ديستشارج عشان كده ايه انا حاسس ان انتوا مليتوا من الشرح مليتوا ناخد ريس ده قالوا انجكشن ده قالوا انجكشن يا ولاد ده قالوا انجكشن كونجنكتيفايتس فيها كونجنكتيفال ولا سيريالي؟ كونجنكتيفال امال ايه ده رايك؟ ديستشارج هو ده يعني؟ اه ماشي صح فعلا ديستشارج صح امال ايه ده؟ دي من مين؟ الكونج احسن في ناس ما بتبقاش متخيله يعني ايه ديما الكونج انت عارف دي اسمها ايه ديما الكونج دي؟ اسمها فيموز مش انا لسه قايل الكلام ده من امبارح ولا ايه؟ اسمها فيموز شفتي ورمه ازاي؟ دكتور وائل الهاي بيسالك ويقول لكم يعني ايه فيموز؟ عايز يسمع اللي انا بقوله مش يسمع اي حاجه ثانيه اسمع بالونين بالونين للبلبا كونج دكتور وائل الهاي العالم علينا وعليكم ان شاء الله ربنا يوم ما يكون بيعلم عليكم هيكون بيعلم علينا بالون يعني بالونه بتبطبط كونج ايه في كده؟ كلام المشكله ان كل كلامه صح ودقيق جدا هي دي المشكله معوضه بصي اوصفي كونجنكتيفه دي بالونه فعلا بالونه فعلا وقالوا كونج ما ينفعش تبقى البلدبره البلدبره في ضغط الجيب على فكره البلبرا دي مش هتعرف تورم لسبب بسيط لانها فيرمني ادهرت لمين؟ للطرف فكلامه صح جدا كلامه صح جدا طيب تمام لا 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 ثانيه 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 الكيموزيس العنيف قوي ده ما بيحصلش في الام بي سي الشكل الجامد قوي ده مش المنظر الجامد قوي ده يعني فانا بتقول لي ازاي حصلت لنا كلنا ولا المنظر ده مش بتاع الام بي سي المنظر ده بتاع النوع العنيف اللي هندرسه المره الجايه او هندرسه في الدرس الجاي اللي اسمه بيورلا انا بس جايبه عشان اوريك الساين او السيمبل بص اهي سيبك من ايبرينيا وسيبك من القرف ده شايف ده؟ اوصف اللاشز
ناشف كلوت وجزر بايتس تشارت. انا جايبه عشان كده بس, وجايب ده عشان اوريك يعني ايه كيموزس اللي بيقولوا عليه, وجايب ده عشان اوريك يعني ايه كونجكتيفال انجكشن. طب تمام انت يا عم نور, يا عم نور يا عم ارفع العصور يا عم الحاج الله يخليك لسه بعد كده لما تكبر ان شاء الله. طب تمام, مش انتوا وانتوا بتذاكروا وانتوا بتذاكروا مش انتوا وانتوا بتذاكروا ترجعوا للصور الملونه اللي احنا حاطينها مع المذكره. ماشي ادينا اتفرجنا كده على السيمبتوم. طب تيجي نراجع يا هشام والنبي ده راجع هو مش تيجي من ايه سيمبتوم ستشار وهل فرنان دلوقتي مصايب على الليد فيه اديما واللاشز جروث توجذر وعلى الكونج اديما برضه شويه خفيفه كده وانجكشن فيت اند كومبليكيشن المصير والمشاكل. فيت ديس ابيرنس خلال اسبوعين حتى من غير علاج اختفى يعني غالبا اختفى. معنى كلنا لما قلنا مع المصير يا كامل انا لما قلت مع المصير كامل ما خدتش علاج وغسلت وش الميه دافيه كده وطناش ثاني يوم برضه عن مصر بالذات وش الميه دافيه وطناش ثالث يوم ما لقيتش في حاجه فاهم عادي يعني. طب ايه؟ تمام ده اللي بيحصل ادي واحد. لكن نادرا انها ممكن تقلب كرونيك تبقى بقى مزمنه تبقى كرونيك مايلد انفلاميشن. كانوا بيسموا مايلد انفلاميشن في الباثولوجي كتره ولا انا بيتهيألي؟ طب خلاص هو هي تقولي كرونيك وخلاص او تقولي زي الكتاب ما كاتب كرونيك كتره كاتب كده الراجل كاتب كرونيك كتاره. الكتاره ده اللي هو المايلد انفلاميشن يعني ابسط نوع من انواع الانفلاميشن الكتاره ده اللي بيبقى فيه شويه افرازات على ميه خفيفه يعني. كنت بتاخد ايه السنه اللي فاتت؟ ركز كده. يبقى انا لما اقول لي موست كومالي او كومالي غالبا يعني او يوجوالي هيحصل ايه؟ هتخف. لكن نادر نادر وما يمنعش ان هو خطير رير لكن سيريس. ركز خالص. الاورجانيزم يلط او بالعربي يفط من الكونج على الكورنيا يعمل في الكورنيا كورنيا ألسر كورنيا ألسر. هو احنا بنشوف بمين بقى بالصلاه عندنا كده؟ ما احنا بنشوف الكورنيا. لما ينط يا دكتور اسراء من الكونج على الكورنيا يعمل كورنيا ألسر تبقى حاجه كويسه ولا خطيره جدا؟ خطيره جدا لانها ببساطه ممكن تعميه. طب طالما هو نط من الكونج على الكورنيا تبقى الألسر بالعقل بريفرال ولا سنترال؟ مارشنال ولا سنترال؟ مارشنال او بريفرال ان شاء الله يقول لك انها مارجنال ما بتبقاش عميقه قوي يعني ألسر يعني حته طارت من القرنيه الحته اللي طارت دي ما بتبقاش خويفه قوي بتبقى سوبرفيشال يعني خفيفه برضه مارجنال وسوبرفيشال وتاخد شكل كريسي كريسي. طب انا هجيلك بجمله ام اس كيو اقول لك كده بصي ذا موست كومن سيريس كومبليكيشن اوف ميوكوبيرنال كونجنتايتايز اشهر اخطر مشكله ألسر صح لا هي اشهر اخطر ما هي جمله صياغتها غبيه. ذا موست سيريس كومبليكيشن ايه؟ ايه اخطر حاجه؟ تمام. ذا موست كومن سيريس يعني الاكثر خطوره هي مين؟ هي كل الالسر ده. لكن هي كانسيدنس كحدوث فعلا مشهوره قوي كده ولا نادره؟ نادره نادره بس خطيره. حد هنا جربها؟ حد هنا؟ اتفضلي بقى تعبانه؟ مش جمل يعني ما اقول لك ايه اخطر مشكله موست سيريس وان هي مين؟ هي الارض. عندنا في الرمل الارض دي اسمها ايه؟ نوعها ايه؟ نوعها بكتيريا نوعها ايه؟ نوعها ايه الالسر دي؟ ايوه ايوه صح الالسر دي اسمها في الكورنيا سكندري الالسر سكندري الالسر مش كانت الكورنيا الالسر يا برايمري يعني الكروب رايح على الكورنيا يا سكندري راح على الكونج وبعدين على الكورنيا. فاكرين لما كنت بقول لكم السكندري الالسر مش هنفهمها غير لما ندرس الكونج هنبدا نجمعها من دلوقتي من دلوقتي نبدا نجمعها. خالد انت فرنت راما؟ فرنت شرعي؟ والله محمد سالم معضله على بس بروحه بجد حاضر ومش كده. كانوا زمان طيبين والله توحشوني يا اخي.
مين هيتعدي على اعصابه؟ والله بحس يا اخي القرار برضه مش معايا. بعدين بقى ما بلاقيش حد في العرب بتاع عيالي من وقتي، هعمل ايه؟ بس يا ولا اعمل ايه طيب؟ طب يلا علما بان اي حد يا هشام عنده ألسر، ركزي بس الله يخليك، ألسر يعني حته اتاكلت في القرنيه فوق عليها اهي. علما بان اي حد عنده ألسر التوكسين بتاعه الألسر بالديفيوز وتخش جوه العين وتعمله هايلايتس. انا دخلنا في فيلم هندي من هي اساسا هتخف ان شاء الله اسبوعين، وحتى لو ما خفتش تقلب كرونيك قطاره. إذ نادرا انها تعمل ألسر، وإذ نادرا ان الألسر تدخل السموم جوه العين وتعمل هايلايتس. حد فاهم انا بقول ايه؟ طب تمام. هنيجي هنا لنقطة فيصلية، ايه الديفرنشال دايجنوزز ما بين الميوكوبيرلنت كونجكتيفايتس اللي سببها الكوخ ودي تمثل كام في المية؟ 80%. والميوكوبيرلنت كونجكتيفايتس اللي تسببها ميكروب تاني اسمه نيوموكوكاي. يعني احنا قلنا 80% كوخ ويك، لكن في نسبة تانية لا بأس بيها بتعملها النيوموكوكاي. ايه الفرق بينهم؟ واحدة واحدة نشرح بيها براحتك. والكلام ده هيقول حاجات انا مفوتها في الكتاب، عشان اللي بيذاكر الكتاب هلاقيني فوتت جملتين، انا هحطهم في الجدول الجملتين دول. خليك معايا كده. الكوخ ويك بتحب الورم سيزون، لكن النيوموكوكاي بتحب الكولد سيزون، يعني بتحب البرد. يبقى مين كومن ايجيبت؟ ها؟ يبقى اكيد الكوخ ويك دي كومن ايجيبت، لكن ديت رير ايجيبت. معرفش بقى الكلام ده بتاع المايكرو ده، انت قول انت ما اعرفوش ماشي؟ بتقول ايه اللي مفيش في مصر؟ مفيش برد في مصر؟ انت عارف احنا بنشد ليه؟ عشان المحلات الشيل والبنزل لسه شيل. لكن الدنيا مش ساقعه، انا هو مرات عمال اقول شد 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 اشد ليه يا حاج؟ هي سقعانه، طب انا شد ليه؟ الدنيا مش ساقعه والله، ما ساقعه لسه. بالليل بتاع شويه في طول النهار حر. ولسه يعني هنقول ان انت هتشد في اول 12 هترجع تصيف في اول 2 بجد والله. ففعلا مصر اصبحت خلاص من الدول اللي هي خدت المكان بتاعها. ادي واحد. بص بقى. اي كوارث بريزنت هنا ونوت بريزنت هنا. يعني ايه كوارث؟ يلا كده بصي. ايرايتس. ايرايتس يعني الميكروب لطم الكونج على الكورنيا والسموم بتاعته دخلت جوه العين من جوه عملت ايرايتس. اخويك ولا نيومه؟ اليوم بيديكيال هيموريج. يعني ايه بيديكيال هيموريج؟ يعني من كتر الانفلاميشن والفاسيليتيشن بتاع الاوعيه الدمويه، تفرقع. فتيجي تبص على الكونجنكتيفا تلاقي تحتيها نقط دم. شوف الانفلاميشن شديد لدرجه ايه؟ بيديكيال يعني بين بوينت زي راس الدبوس، نقط دم صغيره. دي حاجه جامده وشديده. طالما جامده وشديده تبقى كوخ ويك ولا نيومو؟ نيومو. السودو ممبرين، يعني ايه سودو ممبرين؟ سودو ممبرين يعني بتتشارج كميته لا باس بيها كده واتجلطت مع بعضها ولزقت على سطح الكونجنكتيفا. يعني الكونجنكتيفا ايه؟ وفي ديستشارج متجلط على الاقل تشبيه ظريف، زي حته عجيبه. ما تخليها في ايدك تلعبي بيها كده ودب تلزقها في الحيطه. هتلزق في الحيطه. صح؟ لكن هي جزء لا تجزا من الحيطه؟ يعني انا لو جيت حبيت اشيل العجينه دي اللي انا لزقتها هتقع الحيطه معايا ولا حاجه؟ لا، فدي سودو ممبرين. دي سودو، دي غير الممبرين. الممبرين حته ماتت من سطح الكونج. ادي سطح الكونج اهو، جزء مات منه بس لازق في مكانه. جزء مات بس لازق في مكانه. كده لما تيجي تشيليه هيسيب مكان منك ايه؟ السريتنج بليدنج رو سيرفس. الكلام ده يضاد ويعاكس اللي درسوه في الباثولوجي. على فكره يعني ده غير اللي درسوه في الباثولوجي، انتوا كنتوا بتسموا الكافيتيريا في الباثولوجي سودو ممبرين. احنا هنسميها ممبرين. وهنقول عليها برو ممبرين. والديستشارج لما هيتجلط هنقول عليه سودو ممبرين. وده يعاكس اللي هتدرسوه في الاي بي دي. الدفتيريا لما تدرسوها في الاي بي دي هتقول عليها سودو ممبرين. ماشي؟ انا ما اعرفش هم وجهه نظرهم ايه، بس ده الكلام اللي احنا بنقوله ده كان الصح اكيد.
يبقى اذا دلوقتي دلوقتي بس عشان احنا خرجنا بره سياق الاطار العام للبتاع سودو مبرين يعني كوجيوليتد ديسشارج ده معناها ان الانفلاميشن شديد طالما الانفلاميشن شديد يا خالد تبقى كوخ ويت ولا يومو يوم عشان كده الكوارث سواء ايرايتس سواء سودو مبرين سواء بتيجي الهيموريج اكسد بالكوخ ويت بريزنت في اليوم من حيث السنسيتيفيتي للانتي بايوتيك الكوخ ويك سنسيتيف للصلفة استهيد الصلفة صلفة عندنا قطرة اسمها صلفة سيتا ماين صلفة مش عارفين الصلفونة ماين طيب النيوموكوكاي بتستجيب للصلفة والبنسلين وعشان كده عشان كده يا كامل لو انت جيت بنظرة تأملية بصيت هتلاقي النيوموكوكاي بادية بحرب بي واي كومبليكيشن بي بريزنت واستجابه للانتي بايوتيك بي بنسلين وكمان كومن في البي برد والله ما بهزر عشان تسهل عليك يعني ايه؟ يعني لو بصيت لخانه النيومو هتلاقي دي بتاعت البرد وبالتالي رير نيشن ودي اللي اي حاجه فيها بريزنت ايرايتس بريزنت سودو ممبرين بريزنت بتيكال هيموريج بريزنت ودي بتاعت البنسلين وكمان الصدر ده يقول لك برضه ان المفضل لا علينا ان الكوخ ويك كومن ان ايجنت لان الكومبليكيشن فيها ايه؟ نوت بريزنت تمام كده؟ صعبه؟ او الدليل؟ طب تمام عايزين نعالج الام بي سي طيب اسمعوني اسمعوا واعوا اسمعوا واعوا اسمعوني العلاج ده العلاج ده هيبقى نفس علاج الانواع اللي جايه كلها احنا عاملين سكيما للعلاج اللي هي ايه سكيما للعلاج دي اللي هي كالاتي سكيما للعلاج دي اللي هي كالاتي اي حد عنده كونجكتيفايتس انا بعمله الايه يا بروفيلاكتيك خلي بالك سكيما زي السكيمات بتاعت الصحه العامه كده يا بروفيلاكتيك يا كيوراتيف والكيوراتيف يا سيستميك تريتمنت يا توبيك خلينا نقول انت تفهم يعني ايه بروفيلاكتيك مش دلوقتي اللي اكيد نقل الميكروب ده اكيد حاجات مش كويسه فيقول لك ايه الفلايز الدبان كومبات فلايز في حاجه اسمها ديفكت جدا في الصحه العامه هايجين بيرسونال هايجين كنا بندرس الكلام ده احنا كان علينا الكوميونتي دي متقسمه في ثالثه ورابعه وخمسه قعدنا في سنه من السنين مش فاكر ثالثه ولا ايه بندرسها في حالها ولا ثالثه ما كناش فاهمين يعني ايه هايجين ده هايجين دي يعني تغسلي ايديك كده وتغسلي وشك كده فخلي بالك تنظفي نفسك وتدلعي نفسك يعني ويقول لك يا اخي ايه اليوز سيبر التاولز يعني كل واحد يستعمل فوطه في البيت غير الثانيه يا معلم تخيل بيفرقوا من اسره واحده تخيل على الله يعني تمام يعني انت لو حد جت ياخد فوطتك لازم تتخانق معاه حاجه طب برضه بيقولوا فرشه زنا لكل واحد كمان راح تستحمل قله ادب والله والله يا شباب بيفرقوا من اسره واحده والله يا راجل بجد يعني ايه يعني ايه ده حاجات كلها يوم بجد لا ثلاث حاجات مفيده جدا ان شاء الله تروح الجيش باذن الله هتلاقي الفوطه انا عامبر 40 واحد ده انا بقيت الفوطه اصلا تمام فان شاء الله خير يعني انت ايديوكيشن لايف ايه جنرال هايجين هيلث ايديوكيشن ريزنج الستاندرد اوف ليفنج الحاجات التي ليس لها اي معنى بتدرسوها في الصحه العامه بعد الشر علينا وعليكم ادي واحد ده بروفيلاكتيك طب افترض انا عام ولا غسلت ايدي ولا بتاع وجالي ميكروب كيوراتيف يا سيستميك يا لوكال سيستميك هو في غيره ده عنده بكتيريا اديله سيستميك ايه يعني يعني مش محتاجه ذكاء يعني سيستميك انتي بايوتيك طب وتوبيكال توبيكال بعمل له خمس حاجات عاملين اغنيه انتي 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 ايه؟ انتي هوت اند دارك كوباية شاي بعكس كوباية شاي بيقول لها انتي هوت اند دارك تمام الله هوت فومنتيشن اسمع بس يا سعيد يعني اللي عنده والله مخها تعبان مش عارف مخها في ذبابة الملاريا تمام يلا هي ذبابة ولا ناموسة؟ ناموسة في الملاريا هوت فومنتيشن اند دارك بلاصل هذا الثنائي هو الثنائي الشهير في الطب وجراحة العلم. الكلام ده جوه الرابط عارفين الكلام ده لانهم دخل في الكورس. كل ما نجيب ام انفلاميشن في الرابط نقول هوت اند دارك، هوت اند دارك. هوت فومنتيشن كان غدا ميه دافيه. دارك جلاسز نظاره شمس.
وليه هوت فومنتيشن؟ والله واضح ان الهوت فومنتيشن بتعمل فازو دايلاتيشن وبرينج مور انتي بوديز، بتعمل فينو دايلاتيشن فبتجوش التوكسين، وبتشتغل كحاجة في الفارماكا بيقولوا عليها اسمها كاونتر ايرتن، يعني تضيع الاحساس بالالم كاونتر ايرتن. امال ايه دارك جلاسز نعرض دار الشمس ليه يلبس نظاره؟ يعني يتعاين يلبس بقى بوليس وريبان يتعاين؟ لا، هو كان عنده ايه في السيمتومز؟ هالوز اراوند ايه اللايت والدنيا ملخبطه والنظر ملخبط فيلبس الدارك جلاسز. عشان كده المصريين لعنهم الله عندهم تندنسي غبيه جدا. المصريين عندهم حاجه في دماغهم غبيه، اي حد عنده قرعه تخطيط مش اي حد عنده قرعه تخطيط، التخطيط العندي اسمها باندج بانداج باندج او اسمها باتشنج، تغطي ولا ما تغطيش؟ ما تغطيش، لان انا من مصلحتي ان الستشارج يجراله ايه؟ يخرج، والا تجمع الستشارج ده ممكن الاورجانيزم يبقى ملاصق للكورنيا ويضرها. فاوعى تغطي عينك، اوعى. نرجع بقى نشوف ايه انتي 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 دي؟ انتي سيبتك لوشن غسيل، انتي بايوتيك اي دروبس قطره، انتي بايوتيك اي اوينتمنت مرهم. المفروض والله العظيم والله العظيم لو طلعوا هتتعاملوا مع العيانين هتبقوا زيهم قطره ومرهم، ولو قلت لها حط القطره والمرهم مش هتتحمل، لازم تقول لها يا حشه حط القطره المرهم والقطره. طب تمام، ويقول لك اكتر كم مره؟ اكتر دكتور يا حاج يا خلاص والله ما طيب. لازم ولازما وحتما ولا بد ندي اندي سيبتك لوشن غسول، فايدته فاليو ميكانيكال ريموفال اوف ديسشارج. الصديد اللي موجود ده الانتي بايوتيك مش هيشتغل في وجوده، فاهم انا بقول ايه؟ فلازم انبه عليها، ده تنبيه مهم في الاكل. ممكن تحط العلاج ما تخفش لانها بتحطه في وجود الصديق فما بيشتغلش. البي اتش بتاعت البص بتلخبط الايه؟ الشغل بتاع الانتي بايوتيك دروبس. فانا لازم اشيل الاول الديسشارج ميكانيك لوشن غسول، حاجه اسمها بوريك اسيد لوشن 4% ان اي اتش 03 3% خدناها ان اتش 03 ده؟ بيشيل السكيلز والكراستس بتاعت البليفرايتس. اسهل من كده السلايم، عارفه نورمال سلايم؟ مش كانت الفيسيولوجيكال سلايم كانت 19%؟ عارف في حاجه اسهل من كده؟ ميه دافيه. الميه دافيه في الحنفيه. تسخن ميه بس تكون سخنه عشان قدر تكون الميكروبات اللي فيها ماتت يعني. المهم بس ان انا عايز باي طريقه اعمل ايه في الديسشارج ده؟ اتخلص منه. في نوع من المضادات الحيويه بيشتغل حتى في وجود الباص. اللي هو البيت 3 سبحان الله سبحان الله. بصي نيوكوكول برد بريزن بنسلين بص يعني بيشتغل في وجود البص. بس المعلومه دي بلا قيمه في جمهوريه مصر العربيه. ليه؟ لان الكوخ ويك اللي في مصر ملوش دعوه بالبنسلين، ده له دعوه بايه؟ بالسلفاسيتامين اللي ما بتشتغلش في وجود البص. فهمت انا بقول ايه؟ يبقى انت لازم تعملي يعني لازم انبع على الجيرولوز انت عندك قطره في مضاد الحيوي قبل ما تحطها ميه دافيه كده وتشيل الافرازات دي، لان لو حطيت القطره في وجود الافرازات ديت او العناصر مش هتشتغل. انبع عليه كده. بعد كده نديله مضاد حيوي هو عنده بكتيريا انتي بايوتيك اي دروبس وانتي بايوتيك اي اوينتمنت. تحبي تحطي له الانتي بايوتيك اي دروبس بالنهار ولا بالليل والاوينتمنت بالنهار ولا بالليل؟ الاوينتمنت مرهم مرهم ده لازم وهيلتصق بالعين وفتره عمله هتبقى اطول فده هنخليه بالليل. فدايما فرقت كده الدروبس بالنهار ات داي تايم والاوينتمنت ات نايت. ما مش هينفع يعني مثلا القطره دي هتتحط كل مثلا ساعتين مش هينفع هو هينام 8 ساعات كل ساعتين اظبط المنبه صحيح احط له القطره ويكمل نومه مش هينفع ليه بنام على الفاضي ليه؟ يبقى احنا بالليل نحط المرهم في عينه خلاص يا سيدي. طب احنا نديله انتي بايوتيك اي دروبس يا ترى تحب تختاري انتي بايوتيك من قبل مجموعه؟ ابكي طبعا. الوحش مين؟ مين الوحش؟ صدفه. خلاص صدفه كانت شغاله على هنا وكمان على هنا ممكن بنسلين بس لو انت بتتكلمي عن مين؟ عن يوم. طب تمام الصلفه دي اسمها في السوق صلفه سيتامين
ويا ريت تعرفي تركيزها من 10 الى 30% يعني في 10% و20% و30% مشهوره يعني خلاص مشهوره وخفيفه اسمها اوكي مصاري مشهوره خالص. طيب ما علينا انتي بايوتيك اوينت منت بحطه امتى ات نايت فايدته برولونج الاكشن اوف انتي بايوتيك لمده 24 ساعه. ثانيا خليكي معايا دلوقتي الجبنين في ديسشارج بيطلع ما بينهم طول الليل الديسشارج ده هيبقى راكد لو صحي الصبح الديسشارج ده هيعمل ايه؟ هيحصل له ستيكنس ستيكنس يعني يلزق في الليل المرهم بيمتص الديسشارج وعنده فتحات صغيره مايكروسكوبك ممكن يفوته منها يعني وجود المرهم بين الجفنين وكده في مرهم بين الجفنين بيسمح او بيمنع بيبريفنت الستيكنس اوف لاشز اند ليج يمنع انهم يلزقوا في بعض. تخيل لو ما حطش مرهم في افرازات متحوشه طول الليل هتلزق وتنشف وتعمل له سيجو ممبرين ده انه لازع على الكونجنكتيفا ويمكن يلزق الجفنين في بعض. هوريك صوره لذيذه دلوقتي تمام. لكن وجود المرهم هيقوم نص الديستشارج والفتحات الصغيره في فتحات مايكروسكوبك فيه تفوت الديستشارج ده لبره. احنا قلنا سيجو ممبرين اشوف حبيبي يعني لو بريزم يعني لو بريزم وحتى لو ابسنت وجود الديسشارج نفسه بينشف حاجه ناشفه. اوريك دلوقتي اوريك هو ممكن ما يلزقش في الكونج بس يلزق حروف الجفن مع بعضها اوريك عشان تقتنع. يبقى اذا العلاج يا بروفيلاكتيك يا كيوراتيف والكيوراتيف يا سيستميك يا لوكال واللوكال انتي سيمبليك لوشن انتي بايوتيك اي دروبس انتي بايوتيك اوينتمنت الثنائي الشهير اوبتمنتيشن او دارك بلاسز باندج از كونتر انديكيتد. ممنوع يا باشا ان انت تحط له قطره على عينه. هتروح فين بعد كده يا جماعه؟ هتروح لا مش قصدي والله يعني البنات هتروح فين؟ ما عندوش دروس تاني؟ وراكوا ايه؟ انا اهو خلاص يعني هو بيشرح لحد ولا تاني يبدا. نعمل ايه يا دكتور؟ نعمل ايه يعني؟ مش فاهم اروح انا ده اللي بحافظ عليه. لا 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 مش هتصلي يا دكتور بالظبط. طيب خلاص قبل الاذان اللي تلت مش كده؟ خلاص الا ربع باذن الله. شايف الواد ده؟ شايف الواد ده كامل؟ كامل الجفنين واخبارهم ايه الواد ده؟ هيفتحوا ولا ملزقين في بعض؟ ملزقين في بعض. هو ده اللي انا قصدي اقول لك عليه المرهم يمنع الحركه اللي زي دي ماشي؟ فمرض هندرسه بعد كده يعني. ايه رايك في ده؟ سودو من برين ولا ترو من برين؟ هو بتاع عواد وبيتشال. هل دلوقتي السيرفس لما شال مثلا بينقط دم ولا يقر دم ولا بتاع؟ عادي. بعدين سهل يتشال يعني بيتقشر عادي. سودو من برين اللي هو ديسشارج ولازق سهل يتشال. هنعرف بعد كده ان البرين بيبقى لازق بغيرها ناشف جدا. ايوه ساخن. ده هو ده الممبرين افرازات لازقه صديق وعماصر بتاع افتح يا عم يلا. في حاجه اسمها بيورينال كونجنكتيفايتس نشرح اي حاجه بس طب اشرح لكم الاغسال من الماتوره ولا اشرح لكم الاغسال من الماتوره يلا والله انا في حاجه اسمها بيورنت كونجنكتيفايت خلاص ما تبقاش فرحان قوي كده. ايه يعني شيكابالا بدأ حط جون يعني يا عم حاج ده جون خليهم يصحوا شويه بقى. في نوع تاني من الاكيوت انفكتد كونجنكتيفايتس والله انا بحضر عليه يلا اطلعوش روحوا كده ولا كده يا في نوع كونجنكتيفايتس انتوا فهمتي ولا اسمه بيرلنت كونجنكتيفايتس بيرلنت كونجنكتيفايتس برضه اكيوت برضه انفكتد. بس بص بقى اكيوت انفكتد كونجنكتيفايتس هايبرينيا وديستشارج بس نوع الديستشارج هنا ايه؟ صديق صافي بيرلنت.
مش كده وبس، ركز. وجنرال مانيفستيشن فيفر والانفادينوماسي اللي بيلود انلارج وتندر وكورنيال ألسر. يا حلاوه الكلام ده كان موجود يا دكتوره مريم في الميكوبيرلاند. يعني الفيورلاند التعريف بيقول لك ان غير الدسشارج والاحمرار في قطع ألسر وفي فيفر وفي لمفادينوماسي، يبقى الموضوع شديد جدا يا جماعه. الحقيقه ان البيرلاند كونجكتيفايتس نوعين، الحقيقه انها نوعين. في منها نوع بيحصل في الشيلدرن، العيال اللي عندهم 4 و5 سنين بيقولوا عليها بيرلاند اوف سالميا. وفي نوع بيحصل في العيال اللي لسه مولوده اوف سالميا نيوناتورا. شفت يا كامل صوره العيل اللي كان جاي ده؟ ده عنده